السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم سامي السويدي، البودكاست مباريات العين وأجندة الزعيم. نبدأ أول شيء أجندة الزعيم. العين لعب ضد دبة، وبعد شوي راح أعرض عليكم نظام بطولات لعبنا ضد دبة في تاريخ 8 قبل يومين، والحمد لله تأهلنا لدور 16 وانتهت النتيجة برباعية نظيفة. إن شاء الله ورا باكر في تاريخ 12 راح نلعب بطولة كأس مصر في أبوظبي الإسلامي، راح نلعب ضد الوحدة. أول شيء بنلعب في ملعبنا في تاريخ 12، وإن شاء الله في تاريخ 16 راح نلعب خارج ملعبنا، فبتكون المباراة صعبة، وإن شاء الله راح أحضر المباريات الجاية. العين راح يصارع على عدة جبهات، وبالتوفيق للزعيم. وعقب إن شاء الله راح تستكمل مباريات الدوري في تاريخ 20 و24، راح نلعب ضد بنياس والوصل في ملعبنا، وعقب في فترة توقف حسب بطولة كأس الخليج اللي راح تنلعب في العراق، وعقب ان شاء الله راح يستكمل الدوري في تاريخ 22/1، راح نلعب ضد البطايح خارج ملعبنا، بتكون اخر مباراه للدور الاول. هنا الحين نشوف البطولات المحليه. نبدا اول شيء كاس رئيس الدوله. العين فاز على دبه برباعيه فوصل الى دور 16. دور 16 مثل ما شايفين هذه الفرق اللي تأهلت لدور 16. العين راح يلعب ضد خرفكان خارج ملعبه، ونظام البطوله من مباراه واحده ما عدا مباريات نص النهائي راح تلعب نظام ذهاب وإياب. شيء غريب صراحة، كأس يعني أو بطولة مهمة، الاتحاد كانوا مفروض يسوون فئتين، الفئة الأولى والفئة الثانية، ولكن للأسف يعني في بعض الفرق طلعت من بداية البطولة. عن العين، العين راح يلعب ضد خرفكان خارج ملعبه في تاريخ أو في شهر 2/2/23. لو نشوف مشوار العين لبطولة كأس رئيس الدولة، العين راح يلعب ضد خرفكان خارج ملعبه، إذا تأهل لدور الثمانية راح يواجه بنسبة كبيرة شباب الأهلي، وراح تلعب خارج ملعبه، وإذا وصل لدور نص النهائي أتوقع راح يواجه الوصل، وراح تلعب بنظام ذهابية. النهائي أتوقع إما الشارجة أو الجزيرة. هذه لبطولة كأس رئيس الدولة. عن كأس رابطة محترفين، عندنا العين وشباب الأهلي تأهلوا تلقائيين لأنهم أبطال النسخ السابقة. العين راح يواجه الوحدة، راح تلعب بنظام ذهب وياب. المباراة الأولى في ملعبنا راح تلعب في تاريخ 12/12 يعني بعد يومين، وفي تاريخ 16 راح نلعب في ملعب الوحدة، فبتكون مباراة صعبة، وإن شاء الله بحضر المباراة وبتكون فيه فلوقات وبودكاست للعين في الفترة الجاية. عن مشوار العين، العين في حال فوز على الوحدة راح يقابل إما عمان أو النصر في دور نص النهائي. النهائي أتوقع إما شباب الأهلي أو الجزيرة أو الشارجة. لو نشوف الحين العين في بطولة دوري أدنوك محترفين، العين في مركز الخامس، فارق 5 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي والوحدة، وفارق 4 نقاط عن الوصل، و3 نقاط عن الشارجة. نشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. في أمان الله.